السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. عيد ينعاد علينا بالصحة والعافية والأمن والسلام والاستقرار، سلام نعيشه في بيوتنا الصغيرة وفي بيوتنا الكبيرة. الليلة حلقة العيد حلقة مختلفة وسمحة شديد، وما فيها قاعدة حقت إعلام صحيح إنه المذيع المفروض يكون يعمل شنو وما يكون يعمل شنو. أنا ما حقدم ضيوفي أول لشيء في نفسي، أنا حقدم الفنانة الملتزمة الشابة المطربة بحق وحقيق إنصاف فتحي. كل سنة وأنت طيبة. وأنت طيبة وشاعر، وكل سنة والجميع بخير، وإن شاء الله دائما تأمين ولامين، وعيد سعيد عليكم إن شاء الله. تسلمي. كل سنة وأنتم طيبين. الفرقة الموسيقية الأنيقة المرتبة جدا. كل سنة وأنتم طيبين، ينعاد عليكم بالخير والعافية. الضيوف المميزين أطفال، لما نقول أطفال يبقى الرحمة، يبقى البسمة، يبقى الفرح والحب من غير أي مصلحة. لما الطفل يحبك ما بكون داير منك أي شيء، بكون بيحبك وبس. مبادرة صغيرونة بدت بفكرة لكن نزلت على أرض الواقع وبقت واقع معاش وتجربة كبيرة جدا، يمكن حققت لأطفال كثيرين الما قادرين يحققوا لهم مثلا في المدارس أو في البيوت. أنا ما حتكلم عن التجربة، خليهم هم يتكلموا عنها لأنه سمح الكلام في خشومة سياده. والليلة سيادة القول والنظم والحب والسماح وكله والطاقة الإيجابية الكبيرة المالية العوامة. أطفالنا. أنا حابدأ بسلاف إبراهيم. ازيك؟ كل سنة وانت طيبة. انت طيبة. الشاب ده من جاء طوالي بدأ معانا طوالي، وعنده شخصية كده حقت قائد كده مباشر. وضاح، ازيك؟ تمام الحمد لله. كل سنة وانت طيب. وانت طيبة. انت وضاح منه؟ وضاح سامي محمد الفاتح. أهلا بك. الشخصية دي طبعا ما ياها لكن بعد شوية حتشوفوها. أهلا بالصغنونة، أفتكر أصغر الحاضرين، جمانة. ازيك يا جمانة؟ أنا تمام. تمام. جمانة علاء الدين، الاسم كده صحيح؟ تمام. أهلا بك يا أحمد قرشي. أهلا. كل سنة وأنت طيب. وأنت طيبة. بداية قبل إحنا ما نبدأ ونخش عشان تورونا تجربة مجموعة كيان أو كيان هي ذاتها كاسم هي شنو، خلونا نسمع الأستاذة إنصاف فتحي رأيكم شنو. أوكي كويس. نسمع كويس. كويس. تمام؟ تمام. العيون تحكيك لو انت ما قادر تحكي المعاني فيك، اسكت عليك عليك الله وخلي العيون تحكيك. عليك عليك الله وخلي العيون تحكي لو انت ما قادر تحكي باقي المعاني فيك اسكت عليك الله وخلي العيون تحكيك. لهجة العيون أبلغ من نظمة الخافي من نظرة واتنين تكفيني أقرأ الفيك أسكت عليك الله أسكت عليك الله وخلي العيون تحكيك. لو أنت ما قادر تحكي المعاني فيك اسكت عليك الله وخلي العيون تحكيك. أسكت عليك الله أسكت عليك الله أسكت عليك الله أسكت عليك الله. لو أنت ما قادر تحكي المعاني فيك أسكت عليك الله وخلي العيون تحكيك. شكرا كثير استاذ انساف، شكرا تسلمي. وضحنا حابه بيك انت. اول حاجه انت في سنه كم؟ ثانيه. طيب وريني انت متين شاركت في كيان؟ اول مره اظن من ما بدت كيان. يعني كم زمن؟ كثير كتير. قدر كيف يعني؟ قدر كم؟ زي سنة؟ أعوام. أعوام؟ هو أنت عمرك كله ما أعوام. سلاف دخلتي كيان 200؟ كيان في نص الإجازة بتاعت المدرسة شهر 5. أنت في كم أول حاجة؟ أنا في 7. ما شاء الله. وامتحنا السنة الجاية. ايوه ان شاء الله ربنا يوفقك. شنو اكثر حاجه تعلمتيها في كيان؟ اكثر حاجه حاسه انه انت بجد استفدتي؟ كل الحاجات اللي علمناها من مسمارينا ومس فاطمه. مسمارينا علمتنا كيف نغسل يدينا، كيف كيف نتسوق، كيف نسوي حاجات مهمه في حياتنا. يعني مثلا غسل اليدين مش الغسيل العادي، يعني أول بنعمل كده بعدين بنيجي ندعك زي 5 مرات بين الأصابع. أيوة بعدين بنيجي نعمل كده نغسل يدينا وبننشف يدينا. ولا التسويق عادي، لكن لازم إنه ننظف كويس. لو ما نظفنا كويس بيصخر في دير أو حاجة. صحيح. أيوة. بس جمانة انت مرتاحة كده في القعدة، ملكة كده. انت في سنة كم؟ سنة جريد 2. في ثاني. وفي كيان فيها مستوى. ماشيين على الليفل A. ما شاء الله. طيب نفس السؤال انا سالته لسلاف، شنو اكثر حاجه استفدتيها في كيان؟ غير غسيل اليدين عشان ما تقول لي غسيل اليدين. استفدت الكلام، اتعلمنا الهيلث وكده. واستفدنا يعني تمشي، لو تمشي السوبر ماركت تشتري الحاجات اللي عايزها اول حتى تشتري الحاجات الثانيه. وانت بتمشي السوبر ماركت فعلا؟ وفعلا بتطبقي الحاجه دي ولا بتقولي لا انا عايزه شوكولاته وعايزه حلاوه؟ بتعملي شنو؟ يلا بعد ما عرفت المعلومه دي من كيان بقيت ما بعمل كده. يا سلام عليكي. احمد، متين انضميت لكيان؟ انضميت لكيان بعد نهايه العام الدراسي. كان نحن كنا أول دفعة في كيان، كنا أنا ووضاح وسما ومحمد وأحمد وخالد. ما كنتوا كتار؟ أي. وبعد ذاك في الليفل اللي بعديه طوالي خالد مرق. يلا لما جينا للواي ليفل ما أحمد هو قال هو خلاص ما داري يتم معانا. وقام ما واصل. أي. أنتوا واصلتوا؟ اي. وجنضموا لكم ناس جداد؟ لا لا. واصلتوا بس انتوا؟ اي. انت في سنة كم؟ انا في سنة سادس. ما شاء الله. شنو اكتر فايدة حسيتي انه انت اخذتها في كيان ومخليك عايز تواصل لسه؟ لغة الاشارة. يا سلام. كده موضوع لغة الاشارة ده حنجيبه لقدام. انا برضو بعرف لغة اشارة. انتي؟ أيوة. تعرف لغة اشارة؟ بعدين حتحداك، انا حاعمل لك حاجة وانت توريني معناها شنو، وانت تعملي حاجة وانا اوريك معناها شنو، رايك شنو؟ طيب تمام؟ لا. لكن في البداية خلينا نشوف، يعني العيد ده جاي وفي خريف. أول حاجة انتوا علاقتكم كيف بالمطر؟ أو قبل المطر علاقتكم كيف بالعيد؟ تمام. تمام؟ تمام. بتسلم علينا؟ أي. يعني لازم توريني علاقتك كيف بالعيد. العيد ده لكل الناس احنا بنحبه، صح؟ العيد أي. فرح وكده، لكن الأطفال حاجة مختلفة تماما. لأنه نحن بنحبه كتير. فيه حاجات حلوة بنعملها. زي شنو؟ يعني نمشي نسلم على الناس، ونمشي نزور أصحابنا من المدرسة، من الكورة، من المكانات دي. بتساعد في البيت؟ بساعد. بتعمل شنو؟ مرات بنظف. كده عيني في عينك كده؟ بتنظف؟ مرات، لأنه هم ما بخلوني كتير يعني أعمل حاجات زي. عشان أنت صغير ولا عشان لا هم ما عايزين، ولا عشان أنت ما بتعرف مثلا؟ عشان أولا ما نتكلم بصراحة، الدنيا عيد لازم نتكلم بصراحة. أوكي. ما بعرف كتير لكن أبوي بيعلمني وأمي بتعلمني. يا سلام. عشان كده شوية شوية بحاول، ومرات لما يجوا ضيوف ومرات لما أكون في عيان ولا كده. إن شاء الله ما تعيان. بيكونوا بيحمونا ويعملوا. أي طبعا، أنت لما تكون عيان ما بكون الناس ما عايزين تتعبك. أي. صح. وفي العيد بنقدر نسلم على الناس اصحابنا. بتسافروا برا الخرطوم ولا بتكونوا قاعدين في الخرطوم؟ مرات بنسافر ومرات بنقعد. مرة سافرنا تايلاند، ومرة سافرنا تركيا، وفي سافر وانا صغير سافرت ولسه ما وروني له. خلاص نشوفها بعد الفاصل كده. الموضوع ده سلاف بتساعدي طبعا في العيد، يعني نظافة البيت، أي شيء، يعني ما بالضرورة النظافة. شنو أكتر حاجة أنت بتحبها أصلا في شغل البيت؟ أنا بحب غسيل العيد وأمسح الواطن بس. أنت زي أنا برضو بحب غسيل العيد ده. بتتكلمي أثناء وتغسلي العيد ده؟ يعني بتحاوري نفسك؟ لا مش بتتكلمي يعني بتتحاوري مع نفسك؟ يعني مثلا اللي فوقعت مني مو كل سنة اللي في يدرع مني دي شو ده زي هيدا. مثلا الصحن اتكسر، اسوي شنو انا؟ اسوي شنو؟ ماما حتيجي تقول لي وشاكلي ماما ماما الصحن اتكسر، تقول لي مشيه وعادي وخديه في السواد. لكن بينك وبين نفسك تكوني زعلانه انك يعني كسرت الصحن، صح؟ ايوه. مثلا كوبايه زلقت مني، انا زهقت ما اقدر اغسل اليد، خلاص زهقت. ولو انا زهجانه ما قادره اسوي حاجه، او ما حتى ما قادره اتكلم مع نفسي، بشغل الراديو بس اغاني وبقعد اغسل في اليد. لما انتهي بيكون عندي يعني بعمل المنبه من ساعه كده لكده، لازم اخلص قبل الوقت اللي انا عاملاه. لو ما خلصتها، ده تنظيم كويس، بغسل العده، باقي العده قاعده في الفرن، في البوتاجاز. ما بتكون وسخانه اصلا؟ بتكون وسخانه. اوكي. ما عندنا ترابيزه، وهنا الحوض، البوتاجاز والمايكروويف. جنب المايكروويف دائما المصطبه بتكون يعني مليانه كلها حاجات، عده كثيره. لو ما خلصتها قبل الزمن اللي انا عاملاه بقوم اخلصها الحياه كلها. اوكي، دي حاجه كويسه. ولا مسح حق الواطه ما متعب شديد، ما متعب، لكن برضه نفس الحاجه، المساحه وقعت مني بقول بس هكذا. والله انا مرات عصبيه، يعني مثلا قاعده اغسل في وشي في الحمام، قافل الباب، زوجي يدق لي الباب، حاجه غيظه شديد. ايوه، اوافقك انا على الحاجه دي، انا اصلا عصبيه شديد وبعصب وكده، لكن ما طوالي، بس لما تحصل حاجه يعني اكون قاعده في الحمام لما زول يستفزك بشيء. ايوه. مسألة المنبه دي تخليني أسألكم أنتوا. أقول لك أنت يا جمانة، أنت عندك تلفون ولا ما عندك؟ ما عندي. طيب علاقتك كيف بالتلفزيون بالرادي؟ يعني بتحضر تلفزيون كتير؟ بتحبي شنو أكتر حاجة؟ بحب قناة سبيستون. أها. وفي سبيستون بتحبي شنو أكتر شيء؟ كلهم بحبهم، ما في حاجة بحبها أكتر. يعني أكتر قناة بتحضريها سبيستون. أيوه. ما حاسة إنه ما حاجة كويسة إنه يعني بما إنك أنت دخلتي كيان، فواحدة من الحاجات اللي بعلموها لكم إنه كيف أنت تكون تقدر تقول رأيك، صح؟ ما حاسة إنه ما حاجة ظريفة إنه ما يكون عندنا قناة بتاعت أطفال سودانية يعني؟ ولا ما حاسة إنه محتاجة؟ محتاجين قناة أطفال سودانية. يعني انت حابه تتعلمي شنو في السودان؟ يعني حابه تعرفي شنو؟ اذا في قناه، اذا قاموا قالوا لك انه في خبر حلو حتطلع قناه بتاعت اطفال، حابه تشوفي فيها شنو؟ حشوف الحاجه الاكثر حاجه عجبتني اللي هي شنو؟ يعني برنامج انا من زمان بحب، قام وقفوه، قام تاني جا شغلوه كده. اها. احمد انا حاسألك نفس السؤال، انت عندك تلفون او علاقتك كيف بالتلفون، بالتلفزيون، الاذاعه، الكمبيوتر؟ بالتلفزيون علاقتي ما قويه شديد، لكن انا بحب التلفون. بتلعب فيه ولا بتتراسل مع اصحابك؟ لا انا بحب بس اليوتيوب اكثر حاجه. الالعاب اكثر شيء؟ الالعاب هاي عندي كثير شديد. لكن كل واحد. سؤال احمد ده انا هحوله ليكم، لكن خلينا نشوف انصاف تغني لنا تاني. تمام انصاف، احنا جيناكي تاني. العالم دخيل. ما علينا كون سلينا لما اختلينا رقنا وحلينا ما علينا كم سنينا لما اختلينا رقنا وحلينا ما علينا كم سنينا لما اختلينا رقنا وحلينا والعفاف حارسنا وزميل بالنسبة لنا ما بثينا بثينا وجميل كيف تسيبني ده كلام مستحيل يا حبيبي ناوي الرحيل كيف تسيبني ده كلام مستحيل. ما تسيبونا وتمشوا بعيد، احنا طالعين فاصل قصير مواصلين حلقتنا مع أطفال كيان نقطة ضوء. من جديد كل الناس اللي بدت متابعتنا، كل سنه وانتم طيبين، عيد اضحيه مبارك وان شاء الله دايما تامين ولامين باذن الله تعالى. حلقتنا الليله من العوامه ضيوفي فيها المميزين جدا سلاف وضاح وجمانه مع انه انا اسمي عاجبني جدا، واحمد والفنانه انساف فتحي وفرقتها المميزه. احنا مواصلين حلقتنا. قبل ما نطلع الفاصل كنت بتكلم مع جمانه واحمد حول انه كيف الاطفال استخدامهم او معاملتهم مع الاجهزه الحديثه، خلينا نقول التلفزيون، الراديو او الاعلام عموما. السؤال ده انا هحوله لكم انت ووضح يا سلاف. عندك تلفون بالتاكيد؟ ما عندي تلفون. طيب كده نشوف الكلام ده بعدين بعد الفاصل. طيب علاقتك كيف بالتلفزيون بالاذاعه؟ انت قبل قلتي لسه ما بتغسلي في العيد بتسمعي اذاعه، معناها علاقتك بالاذاعه حلوه. انا ما بحب يعني الاف ام السوداني ما بحبه، يعني بحب ال101 ال91 لانه انا في مدرسه خاصه عشان كده متعوده اغاني انجليزي وكده. لك اغاني عربيه 4 اغاني بس ما بحب، ما اعرف، بتسمعي كثير؟ ما بسمع اغاني يعني بسمع لكن ما بعرف اكثر من 4، لكن اغاني انجليزيه كثير شديد لانه انا في مدرسه خاصه كل زول بيعرف انجليزي، لك في ناس بيعرف عربي في ناس ما بيعرفوا اغاني عربيه كويسه. دخول الكيان ما خلاكي مثلا، لانه هم مهتمين برضه انه يكون عندكم وعي بالثقافه السودانيه وبالتاريخ السوداني، فما خلاك شويه تسمعي اغاني سودانيه؟ يعني الى حد ما بعرف اغاني سودانيه. احنا قبل ما نبدا الحلقه وضاح كان بيقول انه انتوا عندكم اغاني بعينها في كيان، حفظتوها؟ اي اها، جاي عزب في هواك وبلدي أحباك وانت كل حاجة بتحلم بيها ولا تبكي يا صغيري. وليه عينت لي أحمد؟ شنو؟ ليه عينت لي أحمد؟ أحمد حافظها معاك ولا شنو؟ ما نحن في نفس الليفل. طيب أنا لو قلت لك غنية رأيك شنو؟ ما في مشكلة، نوديها أنا وأنت هنا. عزة في هواك؟ أي بنعرف. الفرقة ممكن تعمل لنا حركة كده ولا ما ممكن؟ يلا شفت أساتذة كبار حيعزفوا معاك. عارف عزة دي كلمات منو؟ هاي عزة دي الوطن. خلي الفرح. آخر مرة يغني ثاني؟ قال لك آخر مرة تغني. حقت منو؟ يا سلام عليك، ده من أعظم الشعراء السودانيين. شنو الحاجات اللي بتعرفوها عن السودان أكثر؟ يعني حسي سلاف اتكلمت عن إنه أنت برضه أفتكر في مدرسة خاصة. هو إحنا في نفس المدرسة. في نفس المدرسة؟ أي. شنو الحاجات اللي بتعرفوها عن السودان؟ أنا ما بعرف حاجات كثيرة والله. أي ما الحاجات البسيطة اللي بتعرفها دي، ما أنت لسه صغير لسه حتعرف، إحنا لسه ما عرفنا عنه حتى كثير. يعني أكثر معلومة أنت سمعتها عن السودان وعجبتك شديد وقاعدة بقت قاعدة في ذاكرتك. أكثر معلومة كانت قاعدة عرفتها وبقت قاعدة في راسي دي دون الله في الهيستوري. كان مش في الهيستوري الدرس اسمه الانشنت نوبيا. اسمه شنو؟ انشنت نوبيا. اها. هم كانوا بيبيعوا مع الايجيبشنز زمان. ايوه. كانوا بيبيعوا معاهم فيجيتابل اويلز، بيبيعوا بوتري واين و امس. طب الكلام ده لو ترجمته بس بالعربي بيكون كيف؟ كانوا بيبيعوا النوبيانز ديل، كانوا بيشتروا من الايجيبشيانز اللي هم النوبيين، كانوا بيشتروا من المصريين. ايوه. الزيوت الزيوت والخمر، وكانوا بيشتروا برضو الفواكه والخضار. طيب انت ما عارف واحد من اسماء الملوك السودانيين؟ انا بعرف الكنداكا. كنداكا. اي. اها. بس ما عرفت عن كثير. جمانة، السؤال ده موجه لك مع انك انت لسه صغيرونه، لكن شنو اكثر معلومه انت عرفتيها عن السودان وعجبتك؟ طيب عارفه النيل ده اللي احنا حاسين ماشيين فيه؟ انت قبل لما كانت الاغنيه شغاله كنت معجبه جدا بالمشهد يعني شايفاه، ولفتتك طيره. تعرفي الطيور السودانيه؟ لا. ولا اسم؟ في طيره صغنونه كده شديد اسمها والدبرك، تعرفيها؟ لا. بتجي في كل بيت، الطيور الصغيرون اللي بتجي الصباح ديكي. بعرفها لكن ما بعرف اسمها. خلاص انا هسه اديتك معلومه اسمها والدبرك، تمام؟ احنا قبل في سؤال قبل ما نخش في كلام العيد، قلنا انه العيد السنه دي جمع الخريف، والخريف كانت فيه مشاكل كثيره. عارفين عنها حاجه؟ انه ممكن تهدم البيوت وتعمل حياة خطيرة للزول لو هو قاعد برا، عشان كده لو في العواصف مفروض الناس يكونوا قاعدين جوا بيوتهم. يا سلام، دي معلومة مهمة. في كيان ادوكم حاجة يعني علاقتكم بالبيئة والتنمية المستدامة، واحدة من الحاجات اللي اخذتوها إعادة التدوير والمحافظة على البيئة. المسألة دي برضو في الخريف تحديدا الناس محتاجينها، لأنه الموية اللي بيشربوها الناس بتختلط بحاجات كثيرة. عارفين المعلومة دي ولا؟ برضو أنت وضح، أنت ما تدي فرصة للشباب اللي معاك ديل. تفضل. هي لما تكون مرتبطة بالأعشاب ممكن العواصف تخلي جزء من العشب وال حاجات تجي في المكانات اللي بنشيل منها المويه. صحيح. عشان كده لما يجيبوا لنا المويه اولا المفروض يكونوا يتفحصوا من المويه لو هي نظيفه، وبعديها ينظفوها، بعديها يحطوها في مكان نظيف ويحطوها في بواعات ويحطوها في الدكاكين عشان يشتروها الناس ويشربوا المويه. يا سلام عليك، ما شاء الله. طيب موضوع النفايات مع الخريف. النفايات مع الخريف كتير شديد. وكمان هسه انا شايف انه في بقى ضبان كتير. صحيح. وحشرات كده طايره كده عامله كده بتجي مع الخريف. اي. يلا دي وسخه للبيئه. طيب كيف الناس تتصرف؟ يعني انتوا كجيل شنو الحاجه اللي ممكن تدوها للاطفال اللي في عمركم انه ما يعملوها، او انه اذا الزول في منطقته في مثلا نفايات، او انه هو كيف ذاته يحارب النفايات دي في الخريف عشان بتزيد الضرر؟ هو اصلا من البدايه ما المفروض يدعى في الشارع. طيب. اي المفروض يعمل ريسايكل بس باختصار. كيف؟ طيب انت وريه، لانه انت دخلت دوره في كيان وروك كيف تعمل إعادة تدوير. إعادة التدوير دي مصانع، لكن في السودان ما في. لا بس بيودوا الوساخة ممكن يلقوا حاجة مفيدة ويعملوا منها حاجة تانية جديدة. جمانة، شنو الحاجة اللي ممكن تشوفيها انت هي الناس رمتها لكن تشيليها وتعملي منها حاجة مفيدة؟ يعني زي يوم داك أختي كانت ورقة ما بتحتاج لها، رجعتها في الأرض، قمت أنا مشيت طلعت الورقة بتفيدني إنه أعمل بها حاجة، أصنع بها أي حاجة. زي شنو مثلا؟ زي طائرة أو قارب كده. بتعرفي تعملي شنو أنت، الطائرة ولا القارب؟ الاتنين. الاتنين؟ وبتلوني؟ أي. طيب أنا عايزة أسألك سؤال لكن جاوبيني بصراحة. انت لسه صغيرونه، انا تاني بقول لك ممكن اصغر موجودين، لكن بتكوني عاجباك حاجه في روحك، صح؟ شنو اكتر حاجه غير شعرك، لانه شعرك حلو ما شاء الله. عجباني انه شخصيتي انه قويه. يا سلام ما شاء الله. وطيب اكتشفتي كيف انه شخصيتك قويه؟ ماما وبابا وروني. طيب هم وروكي كيف انت حتكون شخصيتك قويه؟ يعني شنو اللي عملتيه خلاهم يحسوا انه انت شخصيتك قويه؟ صاحبتي يوم داك في المدرسة قالت لي حاجة وقالت لي ما تكلمي أمك وأبوك، طوال مشيت كلمت ماما وبابا. يا سلام عليك، يا سلام عليكي. دي رسالة كبيرة بالمناسبة، إنه كثير من المشاكل اللي قاعد تحصل للأطفال جزء منها ناس بيخوفوهم إنه يقول لهم ما تحكوا لأمك وأبوك، لكن أكثر يعني أكثر رسالة أنا بجد عجبتني من جمانة إنه تكلم أمك وأبوك بأي شيء بيحصل، إنه هم أفضل أصدقاء لك. صح الكلام ده ولا ما صح يا احمد؟ صح. طيب انت شنو اللي عاجبك في شخصيتك؟ انا ما قاعد أعرف حاجات كثيرة، لا ما أعرف أصلاً، أنا أعرف إنه الشخص شنو. لا لا، المفروض تكون عرفتها خلاص إنه شخصيتك شكلها عامل كيف. يعني قبالك سلاف لو لاحظت قالت هي عصبية شوية، يعني هي فهمت خلاص جزء من شخصيتها إنه هي فيها عصبية، لكن إلا زول يعني يسألها ما ساي. أنا ما بحب الزول يشاكلني أو يدقني. أنت زول مسالم صح؟ أي. في المدرسة ما بتشاكل؟ لا ما بحب أشاكل أنا في المدرسة. وطيب لو زول شاكلك؟ لو زول شاكلني بكلم له التيتشر. ما بتضرب؟ ليه؟ عشان ما أقع في مشكلة. ما بتحس إنه الأولاد بيقوموا يقولوا لا والله أحمد قرشي ده ضعيف، ما بيدوق ما بيضارب؟ ما بقدر قاعد يقول ما بيقولوا لك كده؟ أي. تمام، وضح أنت كيف؟ ما في حاجة، لكن اسوي زيها شوي، بتصارع زي سلاف. بتصارع يعني القعده دي ما مصادفه صح؟ مصادفه طبعا. لا شكلك رايق، لكن ما شكلك عصبي زي سلاف، برضه شكلكم رايقين شديد. شنو الحاجه اللي بتعصبك؟ لما نكون في المدرسه والناس يجوا يضربوننا، انه في نوع كثير من الناس بيجوا. طيب والحاجه كويسه؟ العصبيه دي شويه حاجه ممكن نقول ما ظريفه سلبيه. شنو حاجه حلوه فيك؟ عاجبني فيها انه انه انا مرات جسمي بيكون ده هادي كله قاعد كده زي مفردك زي حسي. طيب انا عايزه اسالك سؤال مباشر كده. انت لو ادوك خيار في انك انت تكون شخصيه خارقه كده زي سوبرمان، زي مثلا باتمان، هتختار يا شخصية؟ الشخصية إنه جسمك ده اللي في رأيك ده يكون خارق. طبعا يعني باتمان. ليه باتمان؟ يعني عاجبني فيه إنه هو يخرج نفسه، عشان لو عرفوا قيناه وطلعوه منهم. لا أي، لأنه الباقي الأبطال مكشوفين، لكن هو ما مكشوف وبقدر يعني يجي بدون أهزول إنه يشوفه. اللي عجبني هو دي حاجة مخيفة، لكن يوضح مخيف أي، لكن في النهاية يعني فجأة بتظهر أنت. لا يعني أنا ما بظهر من دون ما أوري الناس معي سوبرمان. طيب أنت ليه عايز أنت ليه عايز تكون مختفي أو خفي كده ما ظاهر؟ ليه؟ عشان في ناس أشرار برضو بيقدروا يختفوا، لو داقينا واضرة حنصرع. وأنت تعاقبهم لينا صح؟ وأنت تعاقبهم لينا الأشرار ديل. أنا حديك لستة بعد الحلقة. لستة؟ قائمة طويلة كده أسماء الأشرار. اوكي تمام. سلاف لو قال لك انه عندك يعني في حاجه ممكن تخليكي عندك قوه خارقه، تختاري شنو؟ ما بالضروره شخصيه، قوه خارقه وحتستخدميها في شنو؟ انا بس بحب اكون سريعه. سريعه في الحاجات، بس يكون عندي ال القوه بتاعت السرعه. اقدر اسوي اي حاجه سريع بدون ما اقعد مثلا اغسل اليد ده، اقدر اقعد اخذك وذاك بس 5 دقائق وانتهي، ما بتاخذ وقت طويل. بس عشان يعني القوه الخارقه دي كلها عشان العيد ده بس. كتب فيك الخير يا سلاف، ثاني فكري في حاجه ثانيه. ما عندي حاجه ثانيه خلاص بس كده. جمانة، حابه تكوني شنو لو عندك قوه خارقه؟ قوتي تكون على الرياضه. يا نوع من الرياضة؟ لكن رياضة كرة القدم. يا أخي بتحبي كرة القدم؟ رياضتي المفضلة. لكن دي ما قوة خارقة، دي أنت لو اتدربتي يعني كل ما تكبر إن شاء الله في عمرك واتدربتي ممكن تبقي لاعبة كرة قدم صح؟ أنا لاحظت إنه ما في زول فيكم قال عايز يبقى فنان مثلا أو يكون صوته رهيب زي الأستاذ وضاح مثلا. ما حابين القصص، ما حابين المزيكا، الغنى؟ أنا عاجبني. أنا عاجبني، لكن ما بقدر. لكن برضو اختصار بقدر اقول قوة. الغناء ده برضو ممكن يكون يبقى قوة، يعني مثلا قوة الصوت دي بالمناسبة من القوة الكبيرة جدا في العالم، صح؟ أنا عارف، لأنه يعني أنا بعرف إنه القوة دي بتقدر تلوي مغناطيسي ده ممكن تعمله، لكن الدور ده ما علي، لكن ده حق أحمد. تفضل يا أحمد. طيب إحنا نمشي لقوة الصوت حقت إنصاف، رأيك شنو؟ أوكي إنصاف، حنسمع شنو؟ نسمع أغنية هيام، كلمات وألحان رشا خلف. جميل انت بغرامك ليل، وراقي وحتى في عتابك، راقي وحتى في عتابك، وان شاء الله الحزن ما يجيك ولا في يوم يدق بابك. وفي كل لحظة برسل لك تحية الشوق وحب وياك وياك، وتغشى كل دعوة رادع، نازلة عليك برد وسلام برد وسلام، معاك أصل الفرح فرحين مدام جمعنا أحلى غرام، معاك أصل الفرح فرحين مدام جمعنا أحلى غرام، وحبك يا هو سعد الروح وبعده بيبقى ما في كلام ما في كلام. يا ليلى وإن شاء الله يا رب الأحزان اللي عشناها في السودان دي خلاص كفاية دق الباب، صح؟ ما نعيشها تاني إن شاء الله يا رب. تسلم يا إنصاف. أنا عايزة أسأل أحمد مباشرة كده، أنت قبل تكلمت عن الحضارة النوبية ودي واحدة من الحضارات الكبيرة جدا في تاريخ الإنسانية. مشيت متحف؟ أي مشيت مع ناس كيان. أها، شنو اللي بهرك في المتحف؟ يعني حاجة عجبتك في المتحف؟ أكتر حاجة عجبتني كان مستر محمد روى لنا قصة عن شمال الوادي وجنوب الوادي، لكن ما بتذكر فيها شديد، بس بتذكر إنه بعد ما كان في الكنداكا دي كان الكينج عيان، الملك عيان، وبعد ذاك قام مات وهي بقت حاكمة الجنوب بتاع الوادي. بعد ذاك نسيت القصة. جمانة مشيتي معاهم صح؟ بما انه الرحلة اللي كيان معناها كلكم مشيتوا. اها كلنا مشينا المتحف نحن. شنو اللي عجبك في المتحف؟ عجبتني الأصناء، الاسم مش تماثيل وكده. اها أكتر تمثال عجبني، تمثال الملك. منو اسمه؟ نسيت. بعنخي. اها ده أكتر التمثال عجبي. وانتوا الباقيين شنو أكتر حاجة عجبتك في القبر حق الملك؟ كان في زي نقشات كده فوق، خدت لنا المراية عشان أشوف النقشات، زي نقشات كده قديمة ما شفتها حياتي أنا، ما في حاجة عجبتني غير الإكسسوارات اللي كانوا بيعملوها من حجارة. صحيح. والأكسسوارز كلها حلوة، وحتى الفازة من الفخار دي برضو كانت حلوة شديد. أنت بتحبي الإكسسوارات أصلا؟ عشان كده لفتت انتباهك صح؟ وضح. شنو عجبك في المتحف؟ عجبني القصة. القصة اللي حكاها أحمد جزء هو قال، لكن أنا طيب هو ناسي جزء منها، أنت تتمها لنا لو متذكرة؟ متذكر تقريبا يعني جزء ما عارف لو تامة. الوادي الجنوب كانوا الحاكمين، في حاكم عيان وفي حاكم كوي، ما أعرف برضه كويس يعني كده، ملك كويس وملك كعب. يعني داك عيان وداك ده كويس مع عيان. اوكي. فقام داك بس الحاكمة هي كانت في حاكمة هي بس، فقام الحاكمة أخذت هي الملك. لا الحاكمة الثانية الشريرة. اسمه شنو ده؟ قال كان زوجها شرب له حاجة بقع يعني سم يعني ولا شنو؟ لا يعني هو عمل بنفسه كده عشان الدولة دي تكون قايلة إنه هم ديك الزوجة معين عاوزين هم اللي عملوا كده. بعدين هو اللي بقوه عيان عشان يجوا يمسكوا الحكم. إذا فهمت صح. أي. قاموا جو وحرب جت تقريبا متذكر اسمه شنو ده، قطعوا راس الحاكم ولا شنو كده يعني زي كده. متذكر الكلام ده أنت عشان تساعده؟ كان بس في الحجر كان في ناس من شمال الوادي بيرسلوا للملك بيها، بيقولوا له تعال ساعدنا في الأشرار ديل دارين يقتلونا. يلا هو قام قال لهم اصبروا لحد ما وجهزوا جنودكم وانا بجيب معي جنودي عشان ننتصر عليهم. وقام في النهاية قام الجنود لما اتحدوا قاموا الأشرار ديل قاموا جروا مشوا. وشنو طيب أنا بمناسبة الحرب دي، أنتوا بالتأكيد عارفين إنه السودان مر بحروب كثيرة صح؟ وعارفين انه في اطفال كثيرين اتأذوا من الحروب دي. ياب. في ناس اتشردوا، في ناس بيجوا ما عندهم اسر، ما عندهم بيوت، في ناس بيجوا نازحين، في ناس بيجوا لاجئين في دول ثانيه. يلا انا عايزه زول يتكلم لي او كلكم كده، اي زول يديني كلام عن الحاجه دي. الاطفال اللي عانوا من الحرب اللي كانت في السودان. انا قابلت لي ناس شنو ده، ما في حروب أثرت عليهم، أبوهم توفى بسبب الحروب دي. لما كنت طالع بلعب شنو ده، صادفتهم، لقيتهم، صادفتهم، صاحبتهم، اتكلمت معاهم، قلت لهم شنو يعني انت عرفت كيف ان هم يعني كانوا عندهم عايشين مشكله بتاعت حرب. اتكلمت معاهم، قلت لهم انتوا ساكنين وين، امك وابوكم وين، وروني. تاني شنو ده، صاحبتهم اتكلمنا معاهم، وفي جزهم 3 أولاد وفي 3 تانيين بالحقوهم، أنا زيت معاهم بالحقونا، عاوزين العجلة بتاعتي تتكسر، لأنه أنا هناك في أصحاب كثيرة عندي، صاحبتهم، عشان كده اتكلمت معاهم، قدرت تعرف تتونس معاهم. أي قدرت أتونس معاهم، وزحينا من كده. ولحد هسه أصحابك ولا بس الوقت داك؟ لحد هسه. يا سلام، دي حاجة لكن ما قادر امشي لهم الا ايام ما تجيف المطره دي. اي طبعا، انا بطلع برا اشوف استكشف المناظر انا وابوي واخوي، ونلعب انا واخوي. فعلا السنه دي الخريف كان كتير، المطره كانت كتيره، طرطشنا في المويه، بعديها استرحنا شويه 3 دقايق ولا دقيقه ولا ثانيه واحده وطلعنا. الكهرباء كانت جات. تمام. لا ما جات. طيب احنا خلينا موضوع الكهرباء ده نجي له لاحقا، احنا دايرين لسه نقعد فيه الكلام بتاع الناس الضحايا الحرب. سلاف ما عارفه حاجه غير الملكه كنداكا ولا لا. الحروب الحسي مش القديمه، يعني السودان في فتره من الفترات كان فيه حروب كثيره، كثير من الناس حصل لهم نزوح وحصل لهم نفس الحكي اللي عندنا. نفس الحكي اللي انت ما بكون عندك حب استطلاع انك مثلا تشوفي، تخشي مثلا النت تشوفي حاجات عن بلدك؟ ما بتخشي انترنت كتير؟ لا، بس الكلمات اللي ما الاقيها في الدكشنري بقومش اشوفها في النت. انا المدرسه يعني الانجليش والماث كده. ايوه، لكن ما في كلمنا عن القصص دي. خلاص انا بعد الحلقه دي اوعدك انه انا هحكي لكي. احمد، انت قبل ايدت كلام وضاح سامع عن الحروب اللي كانت في السودان وكذا؟ اي، لكن ما قاعد اعرف عنها حاجه، ما لقيت ناس كثيرين. اصلا ما لقيت. طيب انت من وجهه نظرك، واحنا تاني بكرر انه كيان بتعلمكم عشان تبقوا قاده باذن الله تعالى لقدام، انتوا تكونوا مؤثرين في البلد دي. من وجهه نظرك انت، وحكيت لنا حسي قصه عن حرب قديمه، شنو المصلحة من إنه تكون في حروب؟ بس في الناس دايرين يستولوا على البلد دي عشان دي البلد دي أحلى من بلدهم. ويلا عشان يقوموا يعملوا حرب عشان هم ديلك هناي يسيطروا على البلد ويقوموا تبقى بلدهم كأنه هم عندهم بلد. طيب جبال في بداية الحلقة لو منتبهين أنا قلت إنه الحب معناه الطفل هو حب، الأطفال بيحبوا الزول من غير مصلحة، يعني أنت ما بكون عندك مصلحة لو حبيت زول، صح؟ أي. جزء من الحب ده لازم يكون فيه سلام. يلا شنو ممكن رسالة أنت توصلها للناس الكبار اللي ممكن يحضروا الحلقة دي ويشوفوك، في إنه يكون عندنا سلام في بلدنا وننشر الحب برضه؟ يعني انت من وجهة نظرك شنو ممكن نحن نعمله عشان نقدر نعيش مع بعض في محبة؟ بس الناس تكون بس الناس امينه ومسكينه وما تكون يعني شكاله. لا مسكينه دي، مسكينه دي ما ظريفه. امينه انا معاك فيها. مسكينه دي ممكن عادي الناس يعتدوا علينا وكده. لو بيجينا مساكين لا يعني الناس كلها تكون مسكينه، ما في زول يعتدي على الثاني. يا سلام. او كده. اي بس جمانه انت مبهوره شديد بالنيل، اول مره تطلعي رحله نيليه؟ والله؟ وبتعرفي تسبحي؟ بتعرفي تعومي؟ لا. ولا حابه مثلا؟ بحب. ولا انت مركزه في كره القدم؟ برضه مركزه في السباحه. اها. شنو اللي عاجبك في النيل اكثر حاجه؟ بحب اتفرج على المنظر وكده انا. وتاني؟ بس. طيب شنو ممكن تعملي رساله للاطفال القدرك ولا حتى للناس الكبار، ما بالضروره اطفال القدرك بس، فيما يخص الاهتمام بالبلد بالبيئه؟ يعني زي لو لقيت يوم زور رمى له حاجه ارفعها من الارض عشان اساعد ناس اهلي انه يعني ما يدنقلوا ظهرهم يشيلوا، ما اساعدهم. ما بتتكلمي معاه؟ ما بتقول له مثلا ما ترمي الوسخ؟ بتكلم. بقول له لو سمحت ما ترمي الحاجه دي كده في الارض. طيب شنو امنياتك؟ امنيتي ان ابقى دكتوره. يا سلام. انا تخيلتك حسي تقولي انه لاعبه كره قدم، دي هوايه ساي بس بحبها. اوكي. وطبيبه بتاعت شنو؟ طبيبه بتاعت قلب، جراحة قلب. يا سلام، إن شاء الله تداوي. أنت أصلا ببسمتك الحلوة دي بتداوي كل القلوب بجد والله. أحمد شنو أمنياتك؟ أنا أمنيتي إنه أبقى طيار. يا سلام. طيار شنو؟ طيار مدني ولا حربي؟ لأنه في نوعين من الطيران. مدني. مدني. أنت زول مسالم جدا، لازم تكون مدني. ليه اخترت طيار؟ أنا بس بحب الطيارة. أها. وضح. حابه تكون شنو؟ شرطي. شرطي؟ اي. يا سلام، انت بما انك باتمان وخفي والتشويق ده كله لازم تكون شرطي. ليه شرطي؟ ما عاوز يعني لما اكبر الحياه حتكون مختلفه يعني. طبعا. عشان لما اكبر الناس كلها يكونوا كبروا والناس طاعوا وامه ويادب والحروب حتكون كبرت يعني. ما زود ساي كده يعني. لا انت ما حتقعد ساي، انت بالتاكيد ما حتقعد ساي، انت حتكون قائد من قاده البلد دي باذن الله. ان شاء الله لكن ان شاء الله تكون في قوه حفظ السلام. لا بحضر ان شاء الله. سلاف حابه تكوني شنو؟ انا يا طبيبه، يا طبيبه بتاعت اسنان، يا مهندسه معماريه. اي واحد بعيد من الثاني، ايش معنى دي ودي؟ ما اعرف بس في حاجه عجباني في الهندسه. اها، ان شاء الله ربنا يحقق امانيكم كلها. امين ان شاء الله بحق هذا العيد. انصاف، انت لما كنت صغيره تمنيتي انك تكوني فنانه؟ تمنيت اكون مهندسه وبقيت مهندسه. اها. تمنيت اكون مهندسه يعني بغض النظر الهندسه شنو، لكن اكون مهندسه. لكن من بدري كنت عارفه انه صوتك؟ ما كنت عارفه صوتي كويس يعني. اكتشفته في رابعه اساس. اها. طب ده ما بدري. ايوه كنت، لا ما كنت عارفه انه مثلا يعني حصل المرحله دي. أها. يعني كنت قايله خلاص هوايه في المدرسه والموضوع انتهى وحتكون دراسه بس، لكن لقيت نفسي في الوسط. انا بتذكر انه كانت اكتشاف الموهبه كنت معاقبه يعني واقفه فتره طويله، فحسيت بان الوقفه طالت بقيت اغني يعني. بعد ما غنيت الاستاذه اكتشفت انه انا يا اخي الزوله دي منا حاجه كويس. احلى عقاب والله. طيب حسي حتعاقبينا بشنو؟ طيب نسمع جمرو حرقني. والله ما عايزه اعاقبكم خالص. لا العقاب الحلو ده، العقاب تطلع لنا فنانه زي انصاف. نسمع جمرو حرقني ان شاء الله. يفارقني حبيبي هواك. ربنا يحفظ صوتك ان شاء الله. احنا طالعين فاصلنا الثاني ومواصلين معاكم، ما تفوتوا بعيد. أهلا بكم من جديد لكل الناس اللي انضمت لحلقتنا الليلة في أيام عيد الأضحية المبارك. كل سنة وانتم طيبين، ينعاد علينا وإحنا تامين وسالمين إن شاء الله ومبسوطين وملمومين دايما بالمحبة. حلقتنا الليلة المميزة مزيناها الفنانة الجميلة إنصاف فتحي، ومعايا الشباب الجميلين سلاف ووضاح وجمانة وأحمد. إحنا قبل ما نسمع الأغنية وقبل ما نطلع الفاصل كنا بنتكلم عن أنتوا عايزين تبقوا شنو. حسي السؤال إنه شنو أمنياتكم عايزين تحققوها؟ اي زول يقول لي 5. جمان انا حابه بيك اي 5 امنيات عايزه تحققيها. عايزه ابقى لاعبه كره قدم، عايزه ابقى دكتوره، عايزه ابقى بيت رياضيه وكذا. يا سلام، بيت حيويه. دي 3 ثاني فاضل لك 2. بس خلاص والله انت قنوعه. خلاص احمد، 5 امنيات حابينك تحققها ان شاء الله، غير انك تصبح طيار. انا داير اكبر واكون من الاغنياء ان شاء الله. ثاني اتوفق في حياتي ان شاء الله يا رب، أخش الجنة إن شاء الله بإذن الله. أنت بالحب اللي عندك ده وبالهدوء ده بإذن الله بتخش الجنة. وضاح. أتمنى إنه أبقى طيار، لكن يعني بسافر لدول وتاني إنه أخش الجنة. وتاني انتوا لو مستعجلين على الجنه كده، خلينا احنا في الدنيا هنا. عايزين تحققوا شنو 5 امنيات عشان ربنا يديكم طول العمر ان شاء الله. يعني اجعل حوض السباحه المفضل عندي. يا سلام. والرابعه والخامسه انه الدوله تكون بامان. يا سلام، ان شاء الله يا رب ان شاء الله تقدروا تحققوها انتوا. سلاف اكبر ان شاء الله اقدر احققها ان شاء الله. أنا أول أمنية أتمنى إنه بلدتنا ما تجي فيها أي حرب، إن شاء الله نكون عايشين بسلام إن شاء الله. ما تجي فيها أي حاجة. الثانية ما أتوقع إني أمانة ثانية. بس دي أكبر أمنية عندي. أيوه يا سلام. شنو مشاريعكم اللي أنتم أخذتوها في كيان وحابين تحققوها على أرض الواقع؟ المشاريع اللي عندها علاقة بالبيئة، اللي عندها علاقة بالفقر. يعني انتوا عارفين انه احنا بنعاني من فقر مثلا، عندنا أيوة مشاكل بتاعت بيئة. اخذنا البوفرتي والهانجر انه البور بيبل دول لازم يكون عندهم education. لا هم اصلا دائما هانجر، يعني ما عندهم اي اكل، ما عندهم اي education. اي لانه هو الفقر ملازم للجوع والمرض. ايوه. وكل زر السودان دي يكون يعني رايق، كل زي يكون عنده حاجه اللي هو دايره. طيب انت ممكن شنو افكارك انت حول الحاجه دي؟ يعني من وجهه نظرك، واحنا هسه ماشيين في نيل عريض واسع جدا ربنا ادانا له، واراضي خصبه، يعني شنو من وجهه نظرك انه احنا ممكن نعمله عشان نلغي قصه الجوع ونلغي الفقر ونلغي المرض؟ الفكره انه يكون في يعني 5 شركات كده، كل فقير في السودان يمشي يوزعوا له اكل شراب يوميا، بس وملابس، يعني حاجات هم محتاجينها بس. وضح ممكن تكون شنو فكرتك اول حاجه، المشروع اللي انت ممكن تقدمه لنا عشان ننهبه والجوع والفقر والمرض؟ إنه بدل ما نرمي الحياة اللي خلصناها يعني من أكل ممكن نبقيها أكل، نديها الأكل للفقراء عشان وكده بنقدر يمكن نحل مشكلة الهنجر أو البوفرتي. أظن إنه ممكن نحن لو ما نقدر نخلي الناس لو أبوي مثلا مهندس شنو ده أصلا هو مهندس إنه ابني لهم مجانا يعني عشان يكونوا في بيت كويس يعني نشوفوا عائلة كويسة ولكن يكونوا في بيت ويديهم بعض القروش عشان يقدروا شوفي هناك وده بس ده كلنا احنا بنسلم على ابو وضاح اللي حيبني للناس الفقراء. طبعا ما حيبني براو، ما حيقدر يبني براو، لازم احنا كلنا نكون معه. صح. اي لكن هو اللي حيكون المهندس الماسك البنا. يب ما في مشكله. تمام. احمد نفس السؤال، انه شنو افكارك ممكن تكون حول انه نعالج مساله الفقر والجوع والمرض؟ أصلا في حاجة مفروض تكون عند كل الناس، المفروض زي زول يكون عنده فيزيكال ومنتال و ايموشنال، ده تلاتة المفروض يكون عند كل زول في يعني هناي. لو هو طبيعي يعني لو هو ما عنده الحاجات الثلاثة دي معناته هو ذو احتياجات خاصة يعني. اللي هي الشعور في الفيزيكال، الفيزيكال دي هي الجسماني اي والعقلاني والزول يعني الشعور اي او المشاعر اي برضو بس. انت حاسس ذكرت ذوي الاحتياجات الخاصه او الناس اصحاب الاعاقه، كده اتكلم لنا عنه لانه بدايه الحلقه انا ما نسيت الموضوع بتاع الاشاره، لكن قبل ما نجي للموضوع ده خلينا نسال جمانه. جمانه دي قاعدتها ومتربعه كده ملكه كده، فلازم الملوك هم يحلوا المشاكل بتاعت الرعاية. يلا انت حتدينا حل شنو من وجهة نظري، انه شنو ممكن يكون الحل المناسب عشان ننهبه الفقر والجوع والمرض؟ نبني لنا مستشفى تكون يعني للناس المريضين مجاني بدون قروش. طيب. عشان هم نحن نمشي ونعالجهم. تمام. طيب ده المرض الجوع والفقر نحلهم كيف؟ نديهم أكل والفقر نديهم هدوم وحاجات يلبسوها. ما في إنه نعلمهم يشتغلوا حاجة برضو. صح؟ عشان البلد اقتصاده يبقى قوي إن شاء الله يا رب. أنت حتكوني ماسكة المستشفى دي صح؟ أحمد أنا رجعت لك تاني في موضوع ذوي الإعاقة، أفتكر أنتوا كلكم أخذتوا الكورس ده صح؟ كيفية التعامل مع ذوي الإعاقة. لكن أبدأ بك أنت يا أحمد. المفروض تتعامل معهم بالراحة يعني عشان هم يقدروا يفهموك ويكون يعني هم يقدروا يفهموك أنت تقدر تفهمهم. طيب. لازم أنت ممكن بداية معلش أنا أقاطعك، أنت ممكن تعدد لي حتى شنو الإعاقات اللي إحنا ممكن نتعامل معاها؟ الفيزيكال والمنتال يعني ايوه العقليه زي شنو؟ المنتال زول كده يعني زول عارف يعني هو يتعامل مع الزول ده كيف، لكن طبيب مثلا او معالج اي يعني والفيزيكال الفيزيكال دي حاجه يعني انت المفروض تاكل الحاجه دي بيقول لك اكل الحاجه دي عشان هي مغذيه وبتفيد يعني جسمك. ايوه في جسمك. لكن في ناس بيتولدوا باعاقات، يعني في زول بيتولد باعاقه بصريه ما بيقدر يشوف، في زول بيتولد باعاقه سمعيه ما بيقدر يسمع، اللي هم ديل اللي عندهم لغه الاشاره، والناس اللي عندهم اعاقه بصريه عندهم لغه او طريقه الكتابه. ايوه هسي في الناس الأعمى ديل عندهم هناي عندهم عصاي كده، العصا البيضاء عشان لو هو جماشي ولو رفعها كده معناته هو داير زول يقطع الطريق. طيب وتاني انت حافظ الإشارات بتاعتها؟ ما كتير يعني. طيب هسي انت قلت واحدة صحيحة. اي تاني ولو عمل وضح لو رافعها كده يعني أنا تايه، لو ما عاملها كده عايز أقطع. وتاني لو ماسكها في النص وعامل كده شنو ده؟ أقدر أركب تاكسي. شنو يعني ساعدني امشي. انه عايز دول يساعده عشان يقطع الطريق. اي ده كله اللي اخدناه في كيان. سلاف احنا يا دوب ماشيين على الواي ليفل. لسه ما ادوني لغه الاشارات والحاجات الحسي ناس احمد اخذوها. احنا بس عندنا الفندورة والميوزك والفيلد تريبس، لكن ما عندنا حاجه ثانيه. تمام. علاقتك بالموسيقى كيف؟ بحب الموسيقى شديد. انا كل ما اكون فاضيه مثلا بلعب في البلاي ستيشن لازم اكون بغني، بكتب لازم اكون بغني، حتى اني لما اغسل العده الكهرباء تكون قاطعه ما بشغل الراديو بقعد اغني انا. طيب قبل ليه ما غنيتي لينا مع الشباب دي؟ انجليزي. بتغني انجليزي. طيب ممكن نسمع حاجه من غير حتى ما يعزفوا عليك الاساتذه دي؟ ما حافظه كويس. ما حافظه ولا خايفه؟ يا تو فيهم. نخليك تتشجعي كده. حسي شوفي انصاف حكت لنا انها هي من رابع اساس بدت تغني. المشكله ما حافظه الكلمات كويس. عشان كده لكن بحاول ادرب عليها. تمام. انت برضو موسيقى، عندك علاقه بالموسيقى؟ لا. طيب ولغه الاشاره؟ لا لسه دانا. لسه؟ احمد انت قلت عندك علاقه بلغه الاشاره. اي. يلا وري المشاهدين شنو ممكن انت تساعد به وزول مثلا ما بيقدر يسمع. احس لو انا مثلا دايره اقول له انا اسمي كده احمد، يعني بقول له انا اسمي الف ح ميم دال. يا سلام. وضاح انت حافظه برضه. يلا ها ورينا. و ض وكده ض ضي الف ح. ايوه مقوسه كده. ايوه مقوسه. وبرضو اتعلمنا لغة الإشارة، يعني حتى الحركات اللي قلناها بتاعت الوقف وكده أنا تايه. ممكن يعملوها الأظن برضو ممكن يعملوها عادي. كيف يعملها؟ يعني لو هو ماشي أصلا ممكن برضو لو ماشي اليوم ما قادر يتكلم مع الناس ممكن يتكلم معهم بلغة الإشارة. أي لو هو تايه وهو شاي عصاية ممكن يرفع أو يعمل كده، عشان كده ممكن يتعودوا لغة العصاية مع يبقوا لغتهم تنتشر ان شاء الله للناس كلهم. طيب ما كل الناس لكن بيعرفوا لغه الاشاره، يعني حسي انت واحمد بتعرفوا مثلا لو زول عايز يتكلم معاكم بلغه الاشاره بتعرف. اي لكن ما كل الناس بيعرفوا صح؟ اي. بتحاولوا تعلموها لاصحابكم في المدرسه؟ انا ما نقدر، لكن لانه ده بالنسبه لي يصير سير؟ يب. ليه سير؟ دلعني في الموضوع ما اعرف ليه خدتي في نفسي انه ده شيء ما اعرف. لا ما هي لغه لكن هي لغه عالميه. اي لكن مشكلتي انه مرات لو عاوز اقول لك زول نفس احلى المكان يومنا جوا ولا برا، يعني جوا في باسكت بول وبرا في ملعب كوره، بيتجنوا مرات كورة كل زول بيضرب التاني، ما في فاول كده، ما في حكم، يشوت زي ما عاوزين. والباسكت لا ما بديك، يرمولك في وشك بعدها تطول في الجون. والمشكلة ما بقدر أتكلم في الموضوع لأنه لو كده ممكن يشتت الزول. مرات واحد عمل مشكلة في إنه أنت بتعرف لغة إشارة؟ أي يعني وريته جزء منها فقام شتت بها الناس عشان يشيل الكورة. ما عرف يستخدمها. استخدمتها هناك الناس في المدرسة طبعا خشاشين والرسالة دي بتوصل لواحد من الزملاء في المدرسة إبراهيم الفاتح. طيب واحد من الزملاء وقلت اسمه مباشرة، طيب ما في داعي لواحد من الزملاء. أي لكن في النهاية هو في المدرسة وصعب. لكن الدنيا عيد، نقول له كل سنة وأنت طيب لإبراهيم الفاتح. كل سنة وأنت طيب. هو شكله صاحبك شديد. أي لكن مشاغب. مشاغب؟ منو صاحبك المفضل؟ ده السؤال ده لسلاف. انت احنا ما عرفنا صاحبك حسي. لا عندي صاحب تاني، ده ما الصاحب، ده المشاغب. طيب صاحبك منو؟ صاحبي الشديد يعني الامين معتصم. يعني بنسلم عليه برضه وقول له كل سنه وانت طيب. سلاف منو صاحبك المفضل؟ صاحبتي او صاحبتك؟ صاحبتي المفضله ياسمين علي. ياسمين علي دي امها مع بابا في الشركه. احمد برضو امه مع بابا في الشركه، وبرضه عندي صاحبتي اسمها ياسمين حسن برضه امها مع بابا في الشركه. احنا بنعرف بعض من زمان شديد. الكورس حق الشركه حق بابا اللي هي بتروناس كلنا كنا زمان فيه، قعدنا سنه واحده بس وبطلنا فيه. اي هم اصلا خالته ايمان وخالته رحاب وخالته ولاء وبابا اصلا من زمان كلهم مع بعض في الشركه. ايوه قمنا احنا لما جينا في الكورس تعرفنا على بعض. احنا تقريبا من 2013 بنعرف بعضنا من زمان شديد. احنا من تقريبا جريد 1 لحد احس احنا كلنا اصحاب، ما في واحده طلعت. ان شاء الله تستمر لحد ما تصلوا الجامعه وتتخرجوا، تبقوا نفس الدفعه بتاعت بابا، انه تكونوا مستمرين لحد بعد الشغل ان شاء الله. ان شاء الله. جمانه من صاحبتك المفضله؟ انت شكلك مصاحبه الفصل كله صح؟ جمانه برضه. جمانة؟ ما عايزة تزحي خالص من الاسم؟ صاحبتي اسمها جمانة. اها واحدة بس؟ ما عندك واحدة تانية؟ عندي واحدة تانية اسمها ريهام. ليه انت مصاحباها؟ يعني شنو خلاك تصاحبيها؟ سلاف حسي ورتنا انها هي بتعرفهم من بدري وكانوا مع بعض في كورس وكانوا مع كده يعني. جمانة دي هي كانت معاي مما كنت في كيجي 1 في الروضة. لكيجي 2 لجريد 1 هسه هي معاي، وتاني يمكن نمشي مع بعض في جريد 2 بنعرف بعض شديد. يا سلام. وعندي صاحبتي التانية في جريد 3 اسمها فاطمة. فاطمة دي صاحبتي يعني مما كنت دخلت المدرسة يلا هي عرفتها. شنو الصداقة عندك؟ يعني عشان لما تقولي دي صاحبتي ودي ما صاحبتي بتكون شنو اللي بيميز صاحبتك؟ لا اللي بيميز صاحبتك شديد، يعني جمانة وفاطمة شنو اللي بيميزهم من الباقيات؟ ليه هم بالنسبة لك خاصين شديد؟ بنعرفهم من زمان برضه كان ما عشان مثلا بيفهموكي بيدافعوا عني. بيفهموني شديد ودايما بيدافعوا عني وبنلعب مع بعض في المدرسة وكده. أحمد أنا جيتك بنفس السؤال، منو صاحبك المفضل؟ أنا صاحبي واحد اثنين عندي أصحاب، واحد اسمه أحمد ماجد والتاني اسمه محمد عثمان. شنو خلاك تختارهم هم أصحاب بالنسبة لك؟ محمد عمر أحمد ماجد ده أنا كنت لقيته يوم في هنا في أول يوم في كلاس 4 كان هو جاي في المدرسة. يلا يلا هو كان بس ما عرفت ما بتذكر كويس. لكن حمد عثمان ده أنا بعرفه من زمان شديد، كنت مرة مشيت لهم في بيتهم وهو مرة جاوني في بيتي. متواصل معه يعني؟ أيوة. برضه عندي تاني صاحبي اسمه عمر عصام، أمه بتعرف ماما وكده يعني. شنو أحلى حاجة عملها لك صاحبك؟ جاب لي هدية. كان أحمد ولا عمر؟ عمر. كان جاب لي هدية لما نسافروا. أها. وهدية عجبتك؟ يعني كانت على ذوقك؟ أي. تمام. احنا والله للاسف حلقتنا دي انتهت، وانا لسه عايزه ازالكم من حاجات كثيره شديد، لكن عايزه اي زول فيكم يقول حاجه او رساله، اذا كان لاصحابه، اذا كان لاسرته، اذا كان لعموم الناس اللي بتشوفنا وبتحضرنا. ابدا بيك انت يا سلاف. اول حاجه عايزه اقول لياسمين علي، ياسمين حسن، وكمان رنا واخت احمد، عايزه اقول لهم كل سنه وانتم طيبين. إن شاء الله كلنا نبقى مع بعض. وبرضه كل صحباتي اللي معايا في المدرسه انا برضه الليله كلمتهم انه في برنامج في العيد حيظهر، قلت لهم تابعوني، لكن اظن في ناس حيسافروا كده، لكن الناس اللي قاعدين حيتابعوك ان شاء الله. ان شاء الله. وضح شنو اللي عندك، رساله عندك، كلام عايز تقوله للناس المشاهدين اللي بيشوفوك؟ السودان كله بيحترق. يعني إن شاء الله البلد تكون بخير، وإن شاء الله نقدر نحافظ عليها بأمان وسكون. يا سلام. إن شاء الله الله يقدرنا في الموضوع ده. كل سنة وأنتم طيبين. أنت طيب. ربنا يحفظك. وإن شاء الله تكونوا سعداء. إن شاء الله يا رب. الحياة معاكم. لكن ضويعتكم ما تخافوا عليها. انت شكلك بالمناسبه يا وضاح بعد كم سنه كده هتكون مقدم بتاع برامج. كده راجع فكره انه امنيتك دي كده راجعه كرجل شرطه كده راجعه. عشان شنو شكلك هتكون زول يا قائد بتاع مجموعه او هتكون عراف. احمد انا بس بحب اقول لكل الناس اللي تابعونا هسي كل سنه وانتم طيبين. وانت طيب ان شاء الله. جمانة المبهوره بالنيل شديد. انا حكلم ماما وبابا يجيبوكي رحله نيليه براكي، رايك شنو؟ وهم معاك طبعا، مش براكي. تقولي شنو للناس اللي بتحضرك هسي؟ هقول لهم كل سنه وانتم طيبين، عيد مبارك، عيد سعيد ان شاء الله يا رب. ان شاء الله. شكرا كثير للفرقه الموسيقيه الانيقه ازياء واداء. شكرا طبعا لانصاف فتحي. الختام حيكون معاكي. انا شاكره لضيوفي اللي كانوا بجد. الحلقه مرت سريع جدا. الحلقه دي انا بهديها بشكل مباشر للاسر الفقدت اطفالها جراء السيول والامطار، بأسباب مختلفة، أسباب الحروب، أسباب الختان، زواج الطفلات، المشاكل اللي بيعانوا منها أطفال السودان. الحلقة دي مهداة ليهم. أنا دايما بقول إنه إحنا بنقهر الموتى حياة ومصائر. هم ديل مستقبلنا، هم ديل أملنا، هم ديل حياتنا ودمنا اللي بيجري زي النيل ده. ربنا يحفظهم ويخليهم كل أطفال السودان. الحلقة دي مهداة للبيوت اللي فقدت أطفالها، والحلقة دي مهداة كمان للأطفال اللي بيحضروها إنه بكرة أجمل بيكم أنتم، وإن شاء الله بإذن الله أنتم طالما موجودين إحنا ما بنذوق هزيمة. وضعناكم الله. عيدكم سعيد ومبارك. الختام عندك يا إنصاف. موالف الدمعات والسهر تومي وين حبيب الروح، لومي ولومي موالف الدمعات والسهر تومي وين حبيب الروح، كوني ظلام يا سنين حني بهواه يغني الغرير طبعه ان شاء الله متهني وين حبيب الروح، لومي وعلومي موالف الدمعات والسحر تومي وين حبيب الروح، برا الصيقوق لا حوله زاد عليه هوله ليلة الفرحة والوجع حوله وين حبيب الروح، لومي ولومي موالف الدمعات والسحر تومي وين حبيب الروح. وين حبيب الروح